قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا. تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات ذلولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو إن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسن وعاش قليلا. ما كان للأحرار إلا قدوة بطل توسد بالطفوف قتيلا. أفديك أفديك أبا عبد الله، أفديك معتصما بسيفك، لم تجد إلا هو في حفظ الذمار كفيلا. ومشيت مشية مطمئن حينما أزمعت عن هذه الحياة رحيلا. تستقبل البيض الصفاح كأنه وفد
يؤمل من نداك منيلا وتعشق نهج الأباة على هداك ولم تزل لهم مثالا في الحياة نبيلا وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجاع مقبولا قتلوك للدنيا ولكن لم تدم لبني أمية بعد قتلك جيلا لكن تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا يا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية أبكي الذي رزقه أبكى السماء دما وزعزع الدين والأركان والحرم يا من بخيل الأعادي جسمه حطما أي المحاجر لا تبكي عليك دا أبكيت والله حتى محجر الحاجة رزء تكاد السماء تهوى لمصرعي وجبرائيل أسى يذري لأدمعه والبدر كور لم يظهر بمطلعي وإن بكى القمر الأعلى لمصرعي فما بكى قمر إلا ويلي يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البكا والنوح والصحة على حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي أنا مجبور في حبه ولا شوف بطوعي يا ريت قبل ضلوعه رضى تضلو من قبل خدة عفرت مني الخد أنا أبكي على مصاب بكل صبح ومسي أبكي على مصاب بكل صبح ومسي أبكي وساعد بالبكاء
الزهرة الزج لا زال تندب يا ضحايا الغاض يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء في حديث روي عن إمامنا أبي الحسن الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال رجل من قوم يدعو الناس إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا يكلون من الحرم ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين الحديث الشريف أطيروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد ثانية الله صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف المروي عن إمامنا الكاظم سلام الله عليه رواه في سفينة البحار ويوجد لعله في مصادر سفينة البحار موجود مصادر أخرى أيضا يوجد هذا الحديث بكل وضوح يتحدث وبكل تقريبا صراحة يعني يتحدث عن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لأن هذه التي ذكرها الحديث الشريف من أوصاف تنطبق عليه وعلى شعب إيران المسلم رجل من قم يدعو الناس إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد من قم خارج من قم يعني خرج من قم لا يقال أنه لم يولد في قم الحديث مو بصدد نتحدث عن مكان ولادة هذا الرجل يتحدث عن مكان الذي دعا فيه الناس ونهض لدعوة الناس إلى الحق مثل ما جاء نقول الآن فرضا هذا واحد من البحرين يدعو الناس إلى الثورة ما قاعد يتعرض إلى مكان ولادته قد يكون هو جاي من خراسان من العراق من كذا من باكستان أقول له واحد من البحرين يدعو الناس يعني هو دعا الناس إلى الثورة في البحرين الحديث هذا كلام لذلك لا يعترض على الحديث بأنه لا ينطبق عليه لأن الإمام رضوان الله تعالى عليه ليس من أهل قم يعني من مواليد قم وإنما من مواليد خمين لا مهم حديث أصلا الحديث لا يريد أن يقول بأن هذا الرجل من مواليد قم لا يريد يقول بأنه يظهر في قم من قم هناك يظهر ويدعو الناس يدعو الناس إلى الحق وهذا في الواقع يدلنا على أن ثورة الإمام رضوان الله تعالى عليه الإمام العظيم ونهضته المقدسة كانت للحق ولأجل الحق يعني من عارضها يعارض الحق من عارضها يعارض الحق بلا شك ولا إشك أي واحد يعارضها هو على باطل لأنه يعارض الحق في الواقع هذا بنص حديث الإمام سلام الله عليه يدعو الناس إلى الحق دعوة بالفعل كانت دعوة حق شنو دعوة الإمام
دعوة الإمام إلى مواجهة طاغية مجرم سفاك للدماء قاتل النفس المحترمة ناهب ثروات العباد أشاع الفساد في البلاد، وهو يدعو إلى مواجهة هذا، يعني يدعو في الواقع إلى الحق، يدعو الناس إلى أن يلتزموا بنهج الدين بنهج الحق في مقارعة الظلم والطغيان، يدعو الناس إلى الحق. الإمام رضوان الله تعالى عليه من أول تحركه لم يحرك قدما، لم يقدم قدما، ولم يؤخر أخرى إلا لأجل الحق. في الواقع هذا الرجل غريب، بمعنى أنه فريد، يعني غريب في مجتمعه، فريد. هذا الرجل لولا أن المعصومين عددهم محدد، احنا عندنا خلاص بعد معصومين عددهم معروف 14 معصوم، والأئمة المعصومين 12 لا زيادة ولا نقصان. لو كان، أقول لو كان المجال مفتوح، أو لأن لو أن الله عز وجل وأن نبيه صلى الله عليه وآله لم يخبرانا بأن المعصومين هو هذا العدد، إن كان قلنا هذا أحد المعصومين، أحد القادة في الواقع الربانيين الأفذاذ الذين قلما ينتج الزمان لنا مثيلا، ينتج الزمان لنا مثيلا له. يقول أحد الشعراء في حقه رضوان الله تعالى عليه: حنث الزمان ليأتين بمثله، حنث الزمان أو حلف الزمان عفوا ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. طبعا هذا من شدة إعجابه بالإمام. بالفعل ترى في زمننا المعاصر الآن، احنا ما نقول هذا عسير على الله عز وجل، لا، يمكن باكر يجي واحد أعظم منه، ها، على الله سبحانه وتعالى مو عسير، يجي واحد صحيح المعصومين ما يجي واحد أعظم منهم، صحيح، يعني احنا نقدر نقول بكل اطمئنان وبكل ثقة أن ما راح يجي واحد أعظم من النبي صلى الله عليه وآله، أي مسلم، وما راح يجي واحد بعد أعظم من الأئمة. بس مثل الإمام رضوان الله تعالى، الإمام الراحل، لا يمكن يجي واحد مثل أو أعظم من حد. الله سبحانه وتعالى قادر على كل ذلك. لكن على الأقل في زماننا الحاضر، في وقتنا المعاصر، إحنا إلى حد الآن لم نرى مثله. الإمام في الواقع هذا رجل عظيم بكل ما في الكلمة من معنى. وإذا نريد نعرف عظمة الإمام ونريد أن نصدق كلامنا بأن في هذا العصر إلى الآن ما موجود مثله، خلنا نشوف حياته ونقيسها بحياة الأئمة سلام الله عليهم. طبعا الأئمة هم عظماء التاريخ، عظماء البشرية كلهم، وصاروا عظماء لأنهم تكاملوا في شتى الجوانب من حياتهم، كانوا أكمل الناس وأفضلهم في كل جانب من جوانب حياتهم سلام الله عليهم أجمعين. المعصومين هالشكل كانوا، يعني إذا أجي إلى الواحد منهم في العبادة هو أعبد الناس، لا يضاهي أحد ولا يصل إلى مستوى أحد في العبادة. إذا جي في الورع والتقوى هو أورع وأزهد الناس، إذا جي في العلم هو أعلم الناس. عليهم المعصومين سلام الله عليهم. غيرهم طبعا ما راح يصل إلى مستواهم بلا شك، الأئمة مقامهم لا يصل إليه أحد، ما في شك. لكن إحنا إذا نريد نعرف عظمة هذا الإنسان وعلو منزلته،
نقيس يعني نشوف نقارن بينه وبين المعصوم في بعض جوانب حياته. شوف إلى أي درجة هو يقرب من المعصوم في هذه الأمور، يعني بمعنى آخر إلى أي درجة هذا الإنسان يتمثل سلوك المعصوم ويحاول أن يطبق ما كان يقوم به الإمام المعصوم أو الإنسان المعصوم عموما، الإمام أو النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلينا نجي إلى الإمام رضوان الله تعالى عليه، خلينا نشوف حياته بالذات في أربعة أو خمسة جوانب. الجانب الأول في جانب العبادة، الجانب الثاني في جانب الزهد والورع، وهذه هي الجانبية التي ترفع من شأن الإنسان، التي تجعله في مصاف الأولياء. زين، عندنا جوانب أخرى شنو؟ الجانب الآخر جانب تعامله مع الناس. خلينا نشوف إلى أي مقدار هو إلى أي درجة قريب من المعصوم في مثل هذا الجانب. الجانب الآخر تعامله في بيته مع عموم الناس أولا، ثم في بيته مع عائلته مع أولاده مع زوجته، ثم بعد ذلك نشوف موقفه تجاه الانحراف أو الفساد أو كذا اللي قاعد يصير أو الموجود اللي عاصر. لأن هذه الأمور في الواقع هي التي تجعل للإنسان درجة عالية. العبادة، أعبد الناس وأقربهم إلى الله عز وجل. كلما كان الإنسان عبدا لله وبالغ في عبادته لله كلما كان مقربا من الله عز وجل. ولهذا أخو من لفت نظرك أنت تشوف دائما إحنا يوميا نكرر في الصلاة والتفت إلى هذا. شوف العلماء والمفكرون يقولون شوف هذه التفاتة، إحنا نقول في التشهد شنو؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه كان عبدا لله غاية العبودية، يعني تمثلت فيه العبودية بأعلى رتبها. ولهذا بعد ذلك كان رسول، صار أول عبد لله. لاحظ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام رضوان الله تعالى عليه في عبادته من عاصر يتحدث عن الشيء العجيب. يكفي أن أنت يمكن أكثر نحن شاف ذاك الفيلم اللي طلعوه عن آخر حياته الشريفة وهو في ذلك الوضع مريض وأجهزة وكذا، ومع ذلك لم يترك صلاة عادية، صلاة الليل لم يترك. أنت إذا سامع، شوف احنا في التاريخ نحن سامعين الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في ليالي الهرير، وهي الليالي التي امتد فيها القتال إلى الصباح في معركة صفين، مع ذلك لم يترك صلاة الليل. صلاة الليل، صلاة الواجبة، صلاة الليل. يقول ابن عباس في إحدى الليالي يقول افتقدنا الإمام، دورنا عليه في المعركة مني ما شفناه. يقول احنا أصحاب كلهم وضعوا سيوفهم على عوادقهم وأقسموا إن لم يجدوا الإمام، إذا الإمام قتل بعد ما حد منهم يكون يرجع على البيت إلا أن يفنوا الجيش الشامي أو يكون هم بعد استشهدوا. أقسموا كلهم لما افتقدنا الإمام. يقول رحنا نفتش عليه، يقول رحنا نفتش عليه كذا، يقول إلى أن رأيته قد انحاز، يعني تباعد عن المعركة في جانب في ذاك الظلام. جئت إليه وإذا به قائم يصلي. يقول أنا استغربت، تظرت عقب ما انفتل من صلاته، قلت لسيدي يا أمير المؤمنين أنت في مثل هذا الوقت، الحرب قائمة على قدم وساق، جيش أخذ يعني يموج، الجيش اضطرب، أنت في مثل هذا الوقت تترك الجيش ساحة المعركة وتروح جاي يصلي؟
هاي صلاة ليل هم يعني مستحبة على شوف لا تنسى بأن الإمام سلام الله عليه المعصوم ما هو لدينا مستحب وعندي تقريبا شبه الواجب لا بد أدي. شوف شنو رد عليه الإمام سلام الله عليه قال له نقاتلهم من أجلها ونتركها احنا من أجل الصلاة قاعدين نقاتلهم لاحظ الإمام رضوان الله تعالى عليه الإمام طول حياته الشريفة لم يترك صلاة الليل في آخر شوف ذيك اللحظات العصيبة في لحظة المرض اللي ما كان يقوى حتى على النهوض ومع ذلك كان يصلي صلاة الليل مو صلاة واجبة صلاة الليل هذا الإمام في عبادة طبعا عبادة لما يجي إلى حياته الشريفة هذا وأكثر زوجته تنقل عن تقول عاشرت 60 عام لم أرى منه معصية أبدا 60 سنة حياتها وياه ما شافت منه معصية تصور رضوان الله على الشهيد الصدر الشهيد الصدر أيضا هذا الرجل الفرير كالإمام في هالعصر يقول لما يتحدث عن ما يجب أن يتوفر من شروط في المرجع الفقيه القائد للأمة يقول أن يكون على درجة من التقوى والورع تقرب من العصمة طبعا مو معصوم قلت لك أن المعصوم إحنا عندنا محددين خلاص بس يقول تقرب من العصمة يعني هذا الإنسان لكي يكون مرجع للأمة وقائد يكون مجاهد لنفسه جهاد شديد بحيث يجعلها كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أجعلها تهش إلى القرص مطعوما إلى هالدرجة الإمام رضوان الله تعالى عليه في العبادة هالشكل أجهد نفسه في زهده وورعه كل من تحدث عن حياة الإمام أكثر أكله لا يتجاوز قطع من الخبز أو جبنة أو كذا وقليلا ما كان يأكل لحم أو يأكل لكن قليل كان أكله في غاية الزهد والبساطة حياته كلها زهد وبساطة كلها زهد في مأكله في ملبسه في مشربه في مسكنه أحد طلبة اللي كانوا وياه من النجف تعرف جو النجف الحار جو النجف الحار خاصة في الصيف فيقول طلبت منه بعض العلماء جرت العادة عندهم يروحون الكوفة الكوفة شوية هواها أبرد وكذا هناك فيقول طرحنا خلينا نروح هناك شوية خاصة وقت الظهيرة كذا وترجع أبى الإمام رضوان الله تعالى عليه قال كل الطلب يقدرون يروحون لهناك سيفون قال لا أنا أبقى هنا مكان يقول أردنا أن نشتري له مبرد بالصلاح مكيف رفض الإمام قال إذا كل الطلبة اللي في الحوزة عندهم مبردة ذاك الوقت أنا أخذها لم يقبل أصلا أن يؤتى له بمبردة تحدث عن حياة رجل في الواقع تمثل خط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأقصى صورة صح ما يصل إلى درجة الإمام سلام الله عليه بلا شك وهو الإمام القائد أمير المؤمنين ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني عشان أنا أقدر أقول أنتو شيعتي بالفعل وعلى نهجي أعينوني بإعانتكم لأنفسكم يعني. بورع واجتهاد وعفة وسلام الإمام رضوان الله تعالى عليه الكل اللي عاصروا يتحدث عن بالغ زهده بالغ زهده وبساطة عيشته يعيش البساطة
في قمة صورها أبدا ما تمتع لا بلباس فاخر ولا بمركب فاره ولا بمسكن مثلا ضخم ولا أبدا أبدا. كان يعيش البساطة بأجلى صورها. إذن هذه درجة الورع والتقوى، هاي تجعل من المعايير اللي احنا نقيس عليه الإنسان أنه يكون بالفعل في درجات عالية، هاي في ورعه وفي تقوى. يعني حتى في بيتي تعرفون لما راح طهران وبقي في طهران، يا أخي هذا الدولة كلها تحت يده، مو دولة، الملايين مستعدين لأن يتبرعوا له بالنجف. على فكرة أحدهم جاء أحد شوي المتمولين، يعني صلاحنا يعني ترهين شوية، هذا على حياة السيد مصطفى رحمة الله عليه، طرح عليه قال أنا أريد أشتري لك بيت ولا اسم من مال الخاص، مو من حقوق ولا أبدا، من مال الخاص عشان تقعد. أبى الإمام رضوان الله تعالى عليه، ما قبل. قال إذا تشتري لي بيت وقت اللي يكون لكل طالب بيت، لكل طالب من الطلبة الموجودين بيت، إذا كل طالب يمتلك بيت ذاك الوقت أجل، وإلا لا. رفض الإمام رضوان الله تعالى، وهذا لا من حق شرعي ولا من كذا، تبرع خاص، تبرع خاص. لاحظ، يروح إلى طهران يمقف ذاك، يرجع إلى قوم والكل يمكن شاه بيته في قوم، بيت متواضع جدا في مكان ضيق، كوش على قولتهم زرانيق مع القوم هناك. يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه متحدثا عن الإمام، شهيد الصدر عنده لا بد شايفين انتون الكتيبات ستة عنده كتبها تقريبا في أواخر أيامه الشريفة، أولها كتب كتيب عن دستور الجمهورية الإسلامية، هاي كتبها كله عقب الثورة، هي يعني كلها فقط أشهر قبل استشهاده رضوان الله تعالى عليه. ومن ضمن هذه الكتيبات منابع القدرة في الدولة الإسلامية، كتيبات جدا قيمة، صغيرة جدا ما تأخذ منك وقت بس جدا قيمة. يتحدث في هذا الكتاب عن الطاقات التي يفجرها الإسلام في نفس المسلم بحيث يجعله يعني إلا درجة عالية من التعالي على السفاسف الحياة وكذا، ويخليه يقول تحدث عن حياة الإمام سلام الله على أمير المؤمنين، وشلون كان يعيش أبسط الناس في مأكله في ملبسه في حياته، وهو رئيس الدولة اللي بيده الميزانية كلها، خزائن كلها تحت يده، وأكثر من هذا كانت بيده أيضا تجي موارد من دخله الخاص بساتين اللي هو زرعها، ومع ذلك كان يعيش أفقر الناس في حياته. يعني بعدين يقول الشهيد الصاد، هنا أنا الشاهد مالي، يقول ولو تجاوزنا تلك التجربة التاريخية لحياة علي سلام الله عليه وجئنا إلى واقعنا المعاصر لوجدنا أن ذلك العلوي العظيم، بالشكل التعبير يريد يرجع لها المنابع القدرة الموجود نفس العبارة نقلها إليك، يقول لوجدنا أن ذلك العلوي العظيم الذي قاد كفاح شعبه أو قال جهاد شعبه لمدة 15 عاما يرجع إلى البيت الذي نفاه الجبارون منه ولم يؤثر بيتا سواه، ليؤكد أن علي بن أبي طالب ليس شخصا وانتهى، وإنما هو خط الإسلام الذي لا ينتهي. يعني علي سلام الله عليه نهج لنا نهجا، خط لنا خطا منهاج، هو شخص راح صحيح لكن خط تجربته هذه، ها أنه كان قدوة، الآن ما خلفه لنا
من سيرته الشريفة العطرة ما جعله لنا قدوة نقتل. فكل من سار على نهجه إذا نهج نهج علي وصار علويا في نهجه. يقول لي يؤكد لنا يقول هذا شوف حياة الإمام يرجع لذاك البيت الصغير ها اللي قلت لك بين الزراني اللي نفي من ذاك الوقت نفوه إلى تركيا ثم بعدين راح للعراق راح لذاك البيت ما قال لا بد أرجع ولا بيت أكبر وكذا أبدا. يقول لي يؤكد أن علي بن أبي طالب ليس شخصا وانتهى وإنما هو خط الإسلام الذي لا ينتهي اللي يمكن أن يتكرر أكثر من مرة في شخص انتهج نهج علي سلام الله عليه. هذه حياة الإمام صلى الله وسلامه عليه من ناحية ورعه وزهده وتقوى تقوى طبعا تقوى عجيبة غريبة الإمام والله تستغرب. يعني احنا شوف لما ننقل احيانا على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم واحنا نقول لا احنا وين وكذا ابدا هذا حياة هؤلاء العظماء تقرب لنا في الواقع حياة الأئمة. يعني تصور زوجة تنقل تقول مرة من المرات في البيت فكانت احدى العاملات الخادمات في البيت جايبة لنا الشاي اسمها فاطمة تشتغل عندهم في واحدة ثانية تشتغل هناك في مكان ثاني في البيت. تقول أنا قلت هي زوجتي تنقل قلت فاطمة هاي تنجز عملها وتقوم بعملها على أحسن وجه. يقول قال لي لا تغتابي ما اغتبت ما اغتبتها. صور إلى أي درجة بين لك شون هالعظماء ذيلا. قال لي لا تغتابي قالت أنا ما اختبئ أنا بالعكس أنا أثنيت أنا على عملها. قال لا وانت كلامش هذا مع وجود ذيك الخادمة الثانية تسمع الكلام يعني شنو؟ يعني كأن انتين الآن قاعدة تقولين إن ذيك عملها بذيك الدرجة. صور تحرز إلى أي درجة. دخل عليه أحد العلماء لعله اسمه البروجردي على ما أتذكر هذه متى هذا عقب قضية معروفة شريعة مداري وكذا معروف وقتها لما صارت ويا صار قطب زادة واكتشفوا مؤامرة انقلاب يمكن الكبار يتذكرون لعل الشباب صغار يمكن ما يتذكرون طب احنا نتذكر احنا شيبنا بعد نتذكر شيبنا ايه صار على اي حال يمكن في سنة الثانية للثورة اول سنة سنة ثانية للثورة ده. نفس السنة تقريبا اوائل الثورة وصارت محاولة انقلاب قبل قطب زادة وكانوا للأسف يعني تنسيق مع شريعة مدارك وكذا على اي حال يهمنا هذا. يقول دخلت عليه فسألت يقول سؤال سألت قلت له أريد يقول لي عن قضية شريعة مداري يعني شنو صار تفاصيل. قال لي لا لا تغتاب شنو أغتاب أنا أريد تقولي فقط تفاصيل قضية سياسية شغلت إيران وشغلت العالم كله وهذا أمر يعني مو هذا شيء. لم يقبل الإمام رفض الحديث حديث يتعلق بشخص وكذا تقول بنت زهراء مصطفى يقول كانت لديه حساسية مفرطة تجاه الغيبة جدا حساسية مفرطة تقول أنا في بيت لما كنت مع أبي طوال اللي كنت وياه في البيت لم أرى تنفي نفقات يقول لم أرى ولم أسمع غيب بمحضره أبدا ما كان يسمح أبدا. وقلت لي غيبة الهدرة يعني يتحسس من الغيبة تمدح واحد بوجود واحد يقول لك غيبة لهالدرجة كان عنده حساسية مفرطة تجاه الغيبة. صور إلى أي درجة من رب نفسه الإمام رضوان الله تعالى عليه أي درجة كان من الورع والتقوى. تقول هذه بنته زهراء مصطفى تقول حتى مرة أحد اللي
كان ضمن الحرس بيت الإمام أو كذا هنا ما أدري على قضية معينة كذا. المهم سجن أوقف سجن تقول أحدنا كذا كأن أراد يجيب سي يتكلم عنه نهاه الإمام زجر لا تتكلم اللي يتكلم عن القضية فقط إلا على أساسها دخل السجن نهاه الإمام زجره الإمام هذا ارتكب خطأ والآن أكون في السجن وذولا خلاص تصرفون وياه المسؤولين لا تجيب سيرة هاي غيبة إلي صور لها الدرجة انجي إلى تعامل الإمام رضوان الله تعالى عليه. طبعا حياة الإمام احنا نريد نستقصيها لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث نجيب فقط مواقف لهذا الإمام عشان نعرف يعني من حياة الإمام في الواقع هاي يعطينا دليل واضح على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعلا كانوا على درجة عالية تفوق البشر. يعني لينقل عنهم قصدي اللي نسمع من الروايات ما نقول إن هذا شيء مثالي وإن هذول لا لا أبدا. إذا كان هذول من تلامذتهم من اللي ساروا فقط على خطمهم على هالدرجة يعني أنت تستغرب لما يجي واحد يمر على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويقول له أنت البقرة هل صلافة يعني قال لي أنا باقر قال لي أنت البقرة قال لي أمي أعلم بي لما سمت بعدين يقول لي أنت من الطباخة يعني يريد بس يستفز الإمام والإمام أبدا بكل علم يواجهه قال لي تلك مهنتها مو عيب عليها يعني مهنتها إلا يم صلوات الله وسلامه عليهم بلا شك ما في بعد بشري يعادلهم بس أقول اللي ينقل عنهم لنقول إن إحنا هذا شيء لا هم فعلا حياتهم هكذا كان ومتكلف متكلف لا سجية صارت عندهم سجية الإمام رضوان الله تعالى عليه تعال شوف شو يقولون عن حياته في وسط عائلته زوجته وبناته وأولاده شيء عجيب غريب يتكلمون عنه يعني مثلا من زوجته تقول ما كان ما أذكر يوم من الأيام أمرني أمر يعني أمر كان يبالغ في احترامي ما يؤمرني بشيء وأنا أقوم أجيب الأغراض مثلا الأشياء اللي يحتاج كان دائما إذا أراد هو قاعد فر يريد ما يريد هو يقوم يقول حتى بنت زهرة مصطفى تقول كنا مرة قاعدين هو قاعد فشفنا قام راح المطبخ شنو راح يجيب له ما يشرب يقول قلنا لا خب احنا موجودين ليش ما تقول له احنا قال لا انا احب انه اقضى حواجتنا طالما كان يشرب ماي هو بيده مثلا يريد حاجة يقوم يجيبها ابدا ما كان يأمر يعني كان يتعامل مع عائلته بمنتهى المودة واللطف حتى احدى بنات اعتقد فريدة على ما اتذكر تقول كان الجو تصف الجو جو البيت اللي نعيشه جو البيت جو البيت ويا الإمام كانت تحكمه أجواء المحبة والمودة لا في مثلا أنه هو شوفه يتعامل ويانا على أنه هو مسؤول وأوامر وغضب أبدا جو الشيع يقول لي شيع في البيت جو المحبة ولهذا كان تعامله حتى مع الأطفال مع أحفاده تصور تستغرب تقول هذا الإمام على عظمه وهكذا وهالمنزلة كان هو فيها وذاك الموقع يعني كبير لما يجي مع الأطفال يتعامل معهم كطفل مثله تصور ذو الأحفاد لما يجون تعرف طفل صغير محبتهم إليه وكذا إلى درجة أنه أحيانا يجون يقعدون عليه يركبون على ظهره وأبدا نخليهم حتى لو أراد قول واحدة من بناته تأخذ طفلها أو يقول لا خليه ذكرنا هذا موقف النبي صلى الله عليه وآله النبي قال أنه موقف كان النبي ساجد بأبي وأمي أطال السجود جلس عقب ما خلص من الصلاة سأل أحدهم قال شنو يا رسول الله حدث شيء هل نزل عليك الوحي أو كذا أو غيره قال لا وحي ولا غيره وإنما ابني هذا ارتحلني يقصد الإمام الحسن
سلام الله عليه، فكرهت أن أعجله، ما حبيت أنه أخليه أنزله، خليه إلى الآن هو ينزل. كان يلاطف الأولاد الإمام رضوان الله تعالى عليه. أما طبعا تعامله مع الناس فحدث ولا حرج، تعامل مع الناس في غاية اللطف وفي غاية التواضع. بل كان الغريب من الإمام، يعني صوروا الإمام على منزلته وقدره، يقول أنا أفضل أن تنادوني خادم للشعب وليس قائد، لا تنادوني قائد. يقول إحنا قائدنا ذاك اللي راح أمام دبابات البحرين لما تقدمت هناك في الأهواز، وراح قدم نفسه قدامه وفجر الدبابة عشان يوقف زحف الدبابات. يقول ذاك إحنا قائدنا. يقول أنا أصغر خادم من خدمة الشعب. أحب يقول ترى هذا والله صدقنا أنا واثق تماما وعلى قناعة، هالكلام هذا مو مجاملة مو تكلف، هذا فعلا نعيشه الإمام. يقول أحب تنادون أنا خادم للشعب، فعلا أحب هذا، لأن هذا إنسان أخي رب نفسه الذبه، يكره أن تناديه زعيم وقائد، أبدا ما يحب هالألقاب. أنت ليش تروح بعيد؟ والآن هذا اللي عاصرناك الشيخ عيسى حفظه الله يكره. يقول أنا أذكر لكم موقف بالمناسبة عشان أختم على كل حال، مقام ما يتسع كثير. أذكر يوم كنا في قوم وكان عندنا احتفال ما أدري بأي مناسبة، على أي حال كنت أنا المقدم، فجت فقرة الشيخ الله يحفظ إن شاء الله. فبس توي بديت أنا أنقل لكم شيء معايشني، يعني مو ينقل إلي، والآن مع رجل عرفته ما كملت الساحة وإذا هو قام رأسا. صدقوني يعني أنا أنقل لكم ما وقعت معنا، هو قاعد بهالجال ذكرهم على يمين كان وقام رأسا. قلوا بس ما يبغانا أتكلم عنه ولو بتعريف، يعني رجل عرفته أجل يقول هالشكل، أنا كان بباله الشكل ما خلاني أكمل، ما يحب الإطراء أبدا. يمكن شفتون انتون اول شيء كتبوا على مكتب البيان آية الله قال شيلوها عيسى احمد قاسم، تواضع منتهى التواضع منتهى الامام رضوان الله تعالى عليه. لما نقول هالشكل هذا فعلا يعيش هذا الشيء داخل نفسه، مو يريد جاملة الناس، وهذا ابدا ابدا عاش مع الناس مع هموم الناس، يعني من أعظم هذه المواقف ومواقف كثيرة. لما صار تذكرون أيام الحرب وصار قصف المدن، قصف الطائرات، وهذا كان صدام لعنه الله يوصل إلى هناك إلى طهران، توصل كانت الطائرات إنه موجود يوصل. كم مرة قصف طهران وقصف قوم وكذا، كان تهديد أنه يقصف نفس جمران. وجوح المسؤولين قالوا لي كون أنت تطلع بعد روح لمكان ثاني، قال لا، قال مو قصف، قال في ملجأ تروح فيه، قال ما يصير، الشعب كله عنده ملاجئ، قال بس انت مو الشعب مو كله مهدد، يعني انت مقصود في تهديد لقصف نفس المكان. قال لا، زين اذا هذا تهديد الي انا شخصي، زين دول الحرس اللي عند البيت وكذا مو مهددين؟ هاي راح يظنوا راح ينزلون في الملاجئ. بعدين حرس البيت قال لا ما يصير، أبى أن يذهب في الملجأ مع وجود التهديد بالقصف في المكان أبدا. رضوان الله تعالى على السيد الإمام، حياته في الواقع حياته تذكرنا بحياة الأئمة. ولذا شوفوا وعاش في أعماق الشعب. لا تستغرب يا أخي لما يقولون بأن أعظم جنازة في التاريخ حصلت تشييع هي جنازة الإمام، ليش يعني ليش؟ ولأن عاش ويا الناس. تعرف لما نصب بالقلب الآلاف اللي أبدوا استعدادهم للتبرع بقلبهم، يعني صور هالهيمان ليش هذا الشيء يصير؟ لأن يشعرون بأن هذا الإمام عاش معهم، كان يعني حركته وقيامه ومعانته كل لأجلهم. ولذا ما نستغرب لما تكون تلك الجنازة الطاهرة، ها يتقاتل الناس من أجل أن يحظوا، فقط بس يحظوا بالتبرك بملامسة ذلك
القماش اللي على الجنازة. ولذلك انت لما تسمع بأن النبي صلى الله عليه وآله لما توفي ضجت المدينة بأجمعها ضجة واحدة، فصار بعدين كل واحد لما يتوفى أو يموت أو يقتل والعالم كله يحزن لقتله أو لموته، يقولون كان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، أئمتنا الأطهار، حتى أعدام خرجوا في تشييعهم، ها؟ لأن بالرغم من معاداتهم لهم لكن يعرفون أن هذا بالفعل هو رجل الحق، هو الرجل الإلهي، هو الإنسان اللي ما اعتدى على أحد ولا تكلم على أحد ولا نهب أحد بالرغم من معاداتهم لهم. يعني هاي مثل ما يقولون ومناقب شهد العدو بفضلها، كذلك السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وحصل ذلك التشييع المهيب، ها؟ لكن الذي يحز في النفس أيها الإخوة أيها المؤمنون، إذا كان الإمام عاش في قلوب الناس فإن إمامه وإمامنا أيضا عاش في قلوب الناس، ها؟ ولكن إذا كان إمامنا الراحل قد حصل على هذا التشييع المهيب فإن جده الحسين لم يحصل على من يشيعه. الحسين سلام الله عليه مو فقط على من يشيع من يحصل، وإنما لم يحصل حتى على من يغسله ويكفنه، مع أنه إمام معصوم، ها؟ ولكنه بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء تصهره الشمس بحرارتها، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا 3 في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. بقي بأبي وأمي على الرمضاء، لما أرادت زينب الخروج أو لما نظرت إليه على تلك الرمضاء ونظرت إلى ابن سعد لعنه الله قد وارى جثث قتلاه، نادت أما فيكم مسلم يواري هذا الجسم السليم، أما فيكم موحد يواري هذا العريان التريب، وإذا بابن سعد يقول أجيبوا داعي زينب، أجركم الله بينما زينب تنتظر الجواب، وإذا بها ترى 10 من خيول الأعوجية تذهب وتجي على صدر أخي الحسين، لا بارك الله يعوجي فيك من خير دستي على التوراة ودستي على الإنجيل، لاستئمام من نور يجلي ظلمة الليل، لاستين صدر حسين برض الغاضرية، يا عوجي ما تعرفي من وطأتي هذا التربى في حجر 6 النساء، دستي يا قشرة على صدر خير النبي بينك وبين الله يا خيل الأعوجي، دست على صدره وكسرتي ضلوع وزين العباد عاينه وتجري يدمو نحلان جسمه يرتعش ما سكن روح، الغوث لله من فعلكم يا لمي
تركوه على الرمضة ثلاثة أيام حتى جاء إلي زين العابدين رأى بني أسد مجتمعين سألهم عن حالهم لما خافوا من قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد لعمان اطمأنوا بأن هذا زين العابدين قالوا والله جئنا لنوارها ولكننا احترنا في مواراة الأجساد كلها أجساد بلا رؤوس وما نعرف هذا الجسد لمن هذا الجسد لمن هذا لمن وخصوصا أكو بعد جسد هذا لا راس ومبضع يعني بالسيوف إربا إربا لما سمع بذلك الإمام صاح واباه وحسينا جاء إلى جسد أبيه أهوى عليه يشم في نحره ودموعه جارية ثم أن الإمام كشف التراب عن موقع سقوط وإذا بحب قبر محفور جاء بعد ذلك إلى أبي أراد أن يرفعه لم يتمكن تعرف ليش ها يقول الروايات لأنه كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر لأن جسد الإمام مبضع مقطع بالسيوف إربا إربا احتار الإمام التفت إلى بني أسد آتوني بباري حصير يعني ها أضعه تحت جسد والدي الحسين جاءوا له بالبارية وضعه تحت جسد أبيه أراد أن يحمله قالوا له نعينك على حمل قال لا إن معي من يعينني رفع ذلك الجسد الطاهر حتى وضعه في قبره لما وضعه في قبره جرت دموعه على خده ينادي بعدك لقضي بالبكا ليل ونهار بيت الدعاء بيت الدعاء خلني نوني الإمام السجاد سلام الله عليه بعدك لقضي بالبكا ليل ونهار مثلك ما شفنا مجفني نابل بوار من بعد ما تبقى ثلاثة أيام عاد فوق الترب غسلك يا بويا بألف الأغبى آه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق إمامنا الحسين وجده وأبي وأمي وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك شاف مرضانا ومرضى المؤمنين بالأخص الجرحى والمصابين فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان لا سيما إخواننا وأخواتنا المسجونين في سجون الظالمين اللهم فك قيدهم أطلق سراحهم أرجعهم إلى أهلهم وإلينا سالمين غانمين رد كل غريب إلى وطني سالما أهلك أعدائنا وأعداءك أعداء الدين وكل من أراد السوء
بشريعة سيد المرسلين وكل من حارب أمير المؤمنين وشيعته المؤمنين. اللهم انصر عبادك المؤمنين على أعداء أهل بيت نبيك الطاهرين إلى موت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان إلى أرواح العلماء والشهداء بالأخص روح إمامنا الراحل وروح شهيدنا الصد وشهدائنا الأبرار إليهم جميعا نودي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.